السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم طريقه الاحتفاظ بالثوم في المجمد. عندنا ربع ديال الثومه، نديروها في الماء غليان ونخليوها واحد دقيقه باش تقشر لينا بكل سهوله. وهنا عندي شي تقريبا ملعقه كبيره ديال الملحه، وغنطحنها في هذا المونينيكس. نديرو على الملحة الطريقة ديال الملحة، متتخليهاش تجمد، وخا ديريها في الكونجيلاتور متتجمدش. القوام اللي تحصلنا عليه بعد ما طحناها. انا تنطحنها في هاد ان دو تخوا، يعني تطحن عليا مزيان وبسرعه. تنوضعوها في العلبه، انا غنكمل باقي الثوم اللي عندي ونوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الثوم ديالنا. انا هنا صوبته البارح وراه كان في الكونجيلاتور، يعني ساهل الاستخدام بالنسبه اللي ما كيحبش ريحه الثوم او كل نهار تبقاي تحكي في وحده ولا جوج. الطريقه سهله وتبقى عندك مده اطول. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، وما تنساوش تابونوا عندي فلاشين، تخلوا لي كومنتير ولي لايك. اكيد كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. الصحه والراحه.